البركه استشاري في التميز المؤسسي. انا خريج استسقا سنه 2000 او الدفعه الاولى او انتيك 1. ابتدينا مع استسقا سنه 98. انا الصراحه اخترت استسقا بزنس سكول بعد ما دورت في جامعات كتيره على برنامج بيعمل ماجستير اداره اعمال يناسبني. انا الصراحه كنت بشتغل في شركات كتيره في مجال الماركتنج والسيلز، وكنت حابب اعمل برايفت بزنس. فاستاسكا صراحه الوقت بتاعها يعني كان احنا بنحاول نختار يا يوم جمعه او يوم سبت، وحتى المدرسين بتوعها، ويعني كان معانا دكتور هشام صادق ودكتور سمير مكاري، كان صراحه درسني في تجاره خارجيه، ودكتور نجله المنتجي، ودكتور فتحي النادي في الماركتنج، دكتور نجله في الاستراتيجيك مانجمنت. ناس محترمه جدا، وانا استفدت جدا معاهم ومع الجامعه. وفي نفس الوقت الجامعه اكريدتد من يوروب، يعني معترف بيها، فده بيطمن جدا اي حد عايز ياخد شهاده ماجستير من مكان محترم ومرموق. يعني جوه استاسكا يعني كوننا صداقات كويسه جدا، بصرف النظر طبعا عن المشاريع اللي احنا كنا بنعملها جوه الدراسه وازاي هي فادتنا، ازاي بنقدر مع بعض كطلبه في الجامعه ان احنا نعمل مثلا مشاريع معينه. فالموضوع ده بيعمل صداقات ما بيننا لحد دلوقتي، الصداقات دي موجوده يعني. انا طبعا بنصح اي حد ان هو يعمل ماجستير ويدور على جامعه كويسه تقدر تفيده. انا الصراحه استفدت من الموضوع ده بعد ما اتخرجت، عمل لي تغيير كامل في حياتي. يعني انا كنت بروح شركات كتيره وبشتغل في شركات كتيره، وبعدين قررت ان انا افتح شركه. فادتني جدا ان انا ما اخدش قرار غلط، فادتني جدا ان انا اقدر اطور من اعمالي. وبعدين الحمد لله فتحت شركه ثانيه وثالثه. انا استشاري في التميز المؤسسي او بزنس اكسلنس كونسلتنت وسيرتيفايد ترينر وسيرتيفايد اسيسور وسيرتيفايد فاليديتور من اوروبا، من بروسلز، من المؤسسه الاوروبيه لاداره الجوده اللي هي اليوروبيان فاونديشن فور كواليتي مانجمنت. والحمد لله انا بروح الامارات يعني دبي وابو ظبي، وبشارك في تقييم المؤسسات الحكوميه هناك في جوائز التميز من سنه 2011 لحد دلوقتي، وبدرب مؤسسات في الامارات في دبي وابو ظبي وحتى في السعوديه على التميز المؤسسي. والموضوع طبعا بتاع الماجستير او الماسترز او الام بي اي من استاسكا فادني جدا في حياتي، فادني جدا ان انا ابص على المؤسسه من فوق واقدر اقيمها واقدر اخد ايه هي فرص التحسين، ادور على فرص التحسين ونقاط القوه جوه كل مؤسسه ونقدر نساعدهم بيها ازاي. شكرا جدا.